تعالوا في بداية يوم جديد نشوف أخبار الجو النهاردة وبيان هيئة الأرصاد الجوية اللي بيتوقع أنه النهاردة هيكون في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء. متوقع كمان أنه هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحر رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية. توقعات كمان أنه هيكون في استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، وده هيزود إحساسنا بحرارة الجو عن المتوقع بحوالي من درجتين لثلاث درجات. شبورة مائية النهاردة كمان هتكون موجودة ولكن خفيفة الحمد لله، هتكون الصبح بدري على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نشوف ترجمة هذا البيان إيه على درجات الحرارة، أخبارها إيه العظمى والصغرى على كل محافظات مصر في هذا البيان. ودايما واحنا بنستعرض درجات الحراره سواء القاهره مثلا 39 العاصمه الاداريه و6 اكتوبر، دايما واحنا بنستعرض درجات الحراره دي خليكم عارفين دي درجات الحراره في الظل، وهنزود عليها درجتين ثلاث درجات نسب رطوبه المرتفعه النهارده مع ارتفاعات شديده في درجات الحراره، فالجو النهارده هيكون حر والمحسوسه هتكون اعلى من هذه المعدلات من حوالي 4 كمان لخمس درجات او من 3 لاربع درجات. العلمين الجديده 34 درجه، اسكندريه 35 درجه، طبعا المدن الساحليه درجات الحراره فيها اقل لكن الرطوبه فيها عاليه نظرا لاقترابها من سواحل البحر المتوسط. لو بصينا برضو على مدن القناه، اسماعيليه وبورسعيد 35، بورسعيد لكن اسماعيليه 41، هنزود على ال 41 دي كمان درجتين ثلاثه عشان نسب الرطوبه، فبنتكلم في حوالي 43 44 في اسماعيليه. احنا لسه في الوجه البحري، ما نزلناش لقبلي وما شفناش الصعيد اخباره ايه النهارده، ربنا يستر من هذه الارتفاعات. السويس 41، شرم الشيخ والغردقه برضو 41، في طبعا اكتر من يعني حوالي 10 درجات فرق العظمى والصغرى في شرم الشيخ والغردقه الصبح وبالليل، 31 بالليل انما الظهر هتوصل ل 41 درجه، فده فرق كبير جدا في درجات الحراره. الوادي الجديد 44 النهارده، رفح 36، طابة 39. لا شك انه النهارده يوم حر بل وشديد الحرارة يعني على كل المحافظات، الفيوم 41، بني سويف 41، تنزل أكتر من 15 درجة الصغرى، فرق كبير جدا في درجات الحرارة. الصعيد بقى نبتدي كده نشوف، من المنيا 41، أسيوط 42، الأقصر 44 درجة، احنا بنتكلم في حوالي 6 أو 47 درجة المحسوسة على أرض الواقع في الأقصر أو في جنوب مصر في الصعيد. شوف أسوان، أسوان دايما بتسجل أعلى معدلات في درجات الحرارة، وكذلك هي النهاردة برضو أسوان 45 درجة، حلايب 37، شلاتين 41، أسوان 45 درجة النهاردة العظمى هتكون فيها، وبنتكلم في درجات حرارة في الشمس هتكون أعلى من كده مثلا درجتين، فبنتكلم في حوالي 46 أو 47 درجة. حاولوا تشربوا كمية مية كافية، حاولوا ما تتعرضوش للشمس بشكل مباشر إذا كنتوا مش مضطرين، وإذا اضطريتوا لازم يكون معاكم حاجة تحميكم من أشعة الشمس، سواء مظلة سواء كاب سواء نظارة، أي شيء يحميكم من التعرض المباشر لأشعة الشمس. وربنا يا رب يعني يعدي الأيام الحر دي على خير.